السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وموضوع جديد. موضوعنا اليوم كما باين في العنوان، اليوم غتبعو واحد الاستراتيجيه كيفاش تبنيو ستور كامل على برودكت واحد، يعني تبنيو واحد المتجر الكتروني على برودكت واحد. استراتيجيه غنمشي معاكم من كيفاش تبحثوا على المنتوج، كيفاش خص هذا المنتوج يكون، كيفاش تبنيو هاد او كيفاش تقادو هاد ستور وشنو تقادو فيه وشنو ديروا فيه، حتى الفيسبوك ادز وكيفاش تسوقوا المنتوج ديالكم. دونك موضوع مهم بزاف، تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. وما تنساوش الا كنتو اول مره كتشوفوني ما تنساوش ضغط على زر الاشتراك ابوني او سبسكرايب، وما تنساوش الجرس باش يبقاو يوصلكم لي نوتيفيكاسيون ديال الفيديو ديالي، ولايك تشجيع طبعا الا عجبكم الفيديو ديالي. ونبداو لا فيديو ديالنا مع اول مرحله اللي هي البحث ثاني المنتوج. كتبقى هذه المرحله مهمه بزاف وخصك يعني تتبعوها بعنايه او تخدموا عليها بعنايه، لان هذا المنتوج اللي نتوما غتقلبوا عليه راه هو اللي غتبنيو عليه السطور ديالكم، هو اللي غتبنيو عليه لي زات ديالكم، وهو اللي غتكسروا فيه راس المال ديالكم. فخصكم تكونوا او يعني هذه المرحله تعطوها واحد العنايه كبيره، ماشي اي منتوج بان لكم ترانسا في هذا مزيان هذا مزيان وتبداو تخربقوا. نو يعني عطوا واحد العنايه، فكروا مزيان. وهنايا انا في هاد يعني قبل ما نقول لكم بعض الطرق اللي كنستعمل انا شخصيا وبعض الطرق المعروفه اللي تقدروا تقلبوا بها على منتج ناجح، نقول لكم شنو هما الشروط بعدا اللي خصها تكون في هذا المنتج. اول حاجه اللي مهمه بزاف وركزوا عليها، يعني كتفرق كتعطي واحد الفرق لا في ليزات لا في الانجيجمنت لا في كل شيء، وهي ان البروداكت ديالك خصو يكون كيحل شي مشكل. ما كيهمش يعني واحد البروداكت مهما كان صغير او مهما كان بسيط، المهم يكون هذاك البروداكت كيحل واحد المشكل. هكا كيعطيك واحد الجانب ديال الابداع انك تبدع في الارض ديالك، كيخلي الكلاينت او واحد الفئه ديال الكلاينت تكون مهتمه بالبروداكت ديالك، وفي نفس الوقت كتكون عندك طريقه باش كتقنعهم، يعني كتعطيهم مشكل وكتعطيهم الحل اللي كيعطي البروداكت ديالك. وهذا البروداكت خصو يكون تريندين، يعني الوقت اللي انت غادي تبيع فيه هذا البروداكت هو اللي يكون كيتباع فيها بزاف او كاين ترند يعني في السوشيال ميديا اكسترا، يعني ماشي شي حاجه شي بروداكت هو وينين بروداكت ولكن قديم كانوا الناس شحال هادي كيشريو. نو خص تكون شي حاجه جديده وشي حاجه اللي طالبينها الناس حاليا في الوقيته اللي دابا كتقلب انت على البروداكت ديالك. وما تخافوش من المنافسه، الا كنتو صار ان ستور ديالكم صار على الارض ديالكم فغادي نتوما غتبيعوا البروداكت اكثر من هادوك اللي كاينين في السوق اوف كورس. ودابا نجيو لطرق البحث عن هذا المنتج اللي غتبنيو عليه ستور ديالكم. واحد الطريقه، اول طريقه غنوريكم هي واحد الموقع اللي شخصيا انا عجبني بزاف، هو سميتو ايكون هانت. هذا الموقع الصراحه اللي زوين فيه هو كيعطيك انتريست ديتا، يعني كيعطيك الديتا مزيان، هادشي اللي زوين فيها. اشرح لكم كيفاش وغنوريكم من بعد يعني اكزامبلز. هذا الموقع كيعطيك بزاف ديال الوينين برودكتس، يعني افكار على البرودكتس او الوينين برودكتس اللي كاينين في السوق، كيكونوا يوميا كيحطوا برودكت. وهاد البرودكت من كتدخل لواحد البرودكت كيعطيك عليه الديسكريبشن ديال داك البرودكت، يعني يمكن لك تاخذ ديك الديسكريبشن نيت وتموديفي عليها. كيعطيك داك البرودكت شحال تباع من مره وفين تباع، كيعطيك بشحال هذاك البرودكت غادي تشريه وشحال غتقدر تبيعو وشحال نسبه الربح فيه. كيعطيك الفيسبوك ارس، يعني كاين ولا تحت كتبرك على فيسبوك ارس، كيديك الفيسبوك وكيوريك الارس اللي داروا على هذا البروداكت وكانوا ناجحين. كتبرك على يوتيوب كيعطوك الفيديوهات اللي كاينين على هذا البروداكت، يعني هنا تقدر واحد تجمع واحد الديتا كامل على المنتوج ديالك او البروداكت ديالك وتخدم عليهم في الارس ديالك. وهذا الموقع هذا فيه الفري بلان، ولكن كتكون صراحه ليميتد ديتا وشي تو بروداكتس في النهار اللي كتحطو. وفي البرو بلان اللي كيكون فيها الديتا كلها موجوده، يعني الا في الفري بلان انت اللي خصك تكتب النيم ديال البروداكت وتمشي تقلب عليه فيسبوك تقلب عليه في يوتيوب. اما كما قلت لكم في البرو بلان كيكون كلشي موجود، غير كتكليك على يوتيوب كيطلعوا لك لي فيديو اللي على هذا البروداكت، كتكليك كما قلت لكم على فيسبوك. انا حاليا غنوريكم يعني اكزامبل في البي سي. ها نتوما بالنسبه لكم، ها نتوما كما قلت لكم هذه هي لاباج ديالهم. دابا انا جيت غنوريكم غير الفري بلان، نوريكم كيفاش كي دايره وكيفاش تقدروا تستعملوها الا ما بغيتوش تخسروا واحد اكسترا 20 دولار على البرو بلان ديالها، سينو الا كان عندكم غير خلصوها الصراحه كينفع بزاف. المهم ها نتوما كما شفتوا كيعطيكم اكزامبلز على بزاف ديال البروداكتس وكيعطيكم بزاف ديتا كما قلت لكم. المهم اجي ندخلوا لهاد البروداكت هذا، كتبركوا على شاومي دماني زوينه شاومي دماني. المهم انتما بالنسبه للبروداكت ها انتما الديسكريبشن واجده، كلشي واجد، لي فوتو كلشي واجد فيه. وهنايا الديتا اللي قلت لكم مثلا ها انتما تشوفوا هنايا يور برودكتس بروفيت، كيعطيكم شحال تقدر تشري هاد البروداكت،
بشحال تبيعوا والقيمة الربح اللي تكون عندك في هذا البرودكت. وهنا لتحت هانتوما راه عندكم يوتيوب فيديو، عندكم الفيسبوك ارت، عندكم الانجيجمنت لينكس. يعني هنايا الا كنتم مخلصين البرو بلان، اي حاجة بركزوا عليها غادي يديكم مثلا فيديو، غادي يديكم هنا اليوتيوب على الفيديوهات اللي كاينين على هذا البرودكت، حسب التارجيتين كيعطوه لكم واجد. الا كنتو زعما يعني مبتدئين فيسبوك ارت، هنا تقدروا تاخذوا بزاف ديال الافكار على التارجيتين الا بغيتوا تبركوا هنايا، وغيطلع لكم التارجيتين، يطلع لكم فيسبوك ارت، فيسبوك ريزالت اللي داروا على هاد البروداكت. سينو بغيتوا تخدموا بطريقه تقليديه غادي ديروا كوبي كولي للسميه ديال البروداكت، تمشوا تقلبوا عليه في يوتيوب، تقلبوا عليه في فيسبوك، وتجمعوا الداتا راسكم. واللي زوين فيه والحاجه السهله فيه مثلا هاد البروداكت انا عجبني وبغيت نزيدو في ستور ديالو، ستور ديالي، دونك سهله جدا. ها انتم تشوفوا سيل ويد اوبرلو، تبركوا عليها، كيديكم هنايا لاباج باش تزيدوا هاد البروداكت في ستور ديالكم بوان كليك. هانتوما زوينة صافي، ديرو اد تو امبورت ليست، كتمشو للامبورت ليست ديالكم وكديرو امبورت تو ستور، وهو البرودكت عندكم في ستور ديالكم بجوج ديال لي كليك. كليكيو ايديت برودكت اون شوبيفاي، غيعطيكم بغيتو تزيدو دي زيماج نتوما، هو اد ميديا مثلا، هنا هو اجوتا هنايا دي زيماج قلالين، تقدرو ترجعو للايكومات وتاخدو هاد التصاور نيت وتعاودو تاجوتيهم هنايا، ديرو اد ميديا. انا اجوتيت لي زيماج ديالي كما قلت لكم، راه خديتهم غير من هنايا وصافي، اجوتيتهم هنايا وصافي. تقدروا تلعبوا بلي زيماج اللي بغيتها تكون هي المين ايماج هنايا، وكيفاش تقادوا البرايس، المهم داكشي بلا ما نوري لكم راه باين صافي. وها البروداكت واجد عندكم في ستور ديالكم، نكليكيو على فيو نشوفوا البروداكت ديالنا. هذا راه غير اكزامبل، راه ماشي هذا هو ستور اللي غتخدموا عليه ولا غديروا، راه غير اكزامبل هكا باش نوريكم كيفاش تاجوتيو البروداكت. صافي ها هو البروداكت ديالكم عندكم هنايا، ديسكريبشن كلشي كيبقى نتما، كيبقى نتوما تزيدوا. بالنسبه بغيت نقول لكم واحد الحاجه، بقاو تزيدوها ديما يعني مع البروداكت ديالكم، بقاو تزيدوا واحد الكاونت داون هنايا، كيشجع بزاف الناس يشريوا البروداكت ديالك. بالنسبه للديسكريبشن زيدوا ليها دي زيماج حتى هي كتنفع، وبقاو ديروا دي ريفيوز، تقلبوا على ريل ايماج ديال البروداكت ديال الناس اللي داروا الفيدباك، حتى هما زيدوهم في ستور ديالكم، كيعطي واحد الفرق يعني. وهداك الكلاينت من كيهبط وكيلقى دوك ريل ايماج وكيشوف البروداكت على الحقيقه وداكشي، والناس حاطين دي فيدباك، راه كيتشجع وكيشري البروداكت. والطريقة الثانية كتبقى تقليدية ولكن فعالة، أنا شخصيا كنستعملها بزاف، وهي فيسبوك سيرش وسباين على الأدز. يعني انت هي كتبقى تقلب على واحد البروداكت أو نيت فيسبوك، كتبقى تشوف البروداكت اللي كاينين واللي كيتباعوا اكسترا، واش كتدخل لي زارت راه من غتدخل لاباج فيسبوك مثلا اللي كتبيع داك البروداكت، غتلقى في الجنب كاينه انفو اند ادس، غتدخل لي غتلقى لي زارت اللي دار داك لاباج لداك البروداكت، كتشوف لي زارت اللي دارت اللي نجحوا ليها، اللي يعني اللي فيهم بزاف ديال الانجيجمنت، كنهضر على الصداع، دونك اللي فيهم بزاف ديال الانجيجمنت، اللي الكومنتس اللي عليهم يعني كتقلقلو كما كنقولوا، كتقلقلو السوق، كتشوف داك البروداكت الناس اللي انتريستد اباوريت، يعني شحال الناس كاع انتريستد اباوريت، الارتس اللي نجحت لهادوك، الارتس اللي ما جابتش كونفرجن كاع. يعني بهذه الطريقه كتاخذوا واحد الفكره وكتجمعوا واحد الداتا اللي انتريستين باش تقدروا نتوما ديروا واحد الارتس اللي ناجحه عليهم كاع. الطريقه الثالثه والغنيه عن التعريف وهي البراوسين، عارفه طريقه تقليديه وكلشي كيعرف ليها، ولكن راه بداك البراوسين يعني مثلا مشي لالي اكسبريس وتبراوسي على البرودكتس اللي كيتباعوا، فقط غتستعمل الفلتر. يعني هاد الطريقه علاش انا كندوز عليها بزاف، لان بينو كنظن كلشي كيستعملها، كدوز على الفلتر ديال الي اكسبريس مثلا الا كنتو منو غتجيبوا البرودكت، وكتشوفوا يعني البرودكت اللي تباع شحال تباع مؤخرا، يعني شحال تبعت فيه من بياسا اكسترا يعني، وكتشدوا عشان داك البرودكت وتقلبوا عليه فيسبوك وتقلبوا عليه في يوتيوب. يعني كتجمعوا واحد الديت على داك البرودكت، كما قلت لكم هاد المرحله خصكم تعطوها عينيه بزاف، لان هي اللي غتبنيو عليها البيزنس ديالكم او هي اللي غتبنيو عليها ستور ديالكم، فخصكم تعطوا واحد العنايه بزاف وتقلبوا هنا وتقلبوا هنا. يعني ماشي غير اجي ولقى الوينين برودكت وتقدر دير هادشي كامل وما يكونش هذاك هو الوينين برودكت وتقلب على حاجه اخرى، ولكن كما قلت لكم الى ركزتو واستعملتو، يعني عطيتو هاد الجهد اللي دابا انا كنهضر به في الفيديو باش تلقاو داك البرودكت، اوف كورس راه من الاول غادي تجيب واحد الوينين برودكت، ماشي وينين، ماشي بالضروره يكون واحد الوينين برودكت ديال يعني 6 فيجرز ولا هذا، ولكن المهم
واحد وينين برودكت اللي غتجيب منه واحد الربح لا باس به وانت غادي وكطلع تجرب بالتجربه باش كنطلعوا. راه ماشي من الاول كتضرب واحد الارباح خياليه، ماشي من الاول كتضرب يعني في الاول تقدر ما تجيب والو في الثاني، يعني تجيب شويه ديال الارقام لا باس بها وانت غادي، وهكا انت كتطور من راسك. ولكن كما قلت لكم عطيو الجهد في الخدمه، يعني ماشي غير صافي بالكم داكشي صافي غنقلب على برودكت غنحطو طران 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 صافي نجيب مبيعات. نو راه ماشي بديك السهوله اللي كتبان لكم، حيت الهضره سهله ولكن العمل صعيب. ندير واحد الطريقه رابعه اللي صراحه طريقه زوينه بزاف وسهله، الا كنتي اوريدي كتعامل مع شي سبلايرز تقدر تمشي تهضر معاهم وتسولهم تقول لهم شنو هو البروداكت اللي كيتباع حاليا في السوق بزاف، لانهم داينه وهما عارفين السوق كيفاش داير وعارفين يعني الحوايج اللي كيتباعوا بزاف، فغيعطوك معلومات اوف كورس. وهنا كتبقى عليك انت تمشي تقلب على داكشي اللي قالوا ليك، وعشان كما قلت لكم وتجمع واحد الداتا بلا ما نعاود في الهضره ديجا قلت لكم يعني الطريقه. وهنايا نجيو للمرحله الثانيه وهي بناء المتجر. بناء المتجر حنا دابا او استراتيجيه اللي دايره لكم انا في هذا الفيديو هو كيفاش تبنيو متجر من برودكت واحد، يعني 96% ديال المبيعات غيكونوا غير على داك البروداكت، يعني متجر على داك البروداكت. اول حاجه داك المتجر خصو يكون نيشت. مثلا نعطيكم اكزامبل، مثلا نتوما لقيتو شي لعيبه ديال العجينه هي الوينين بروداكت ديالكم، ف الستور ديالكم غيكون نيشد على هاد القضيه، يعني غير داكشي ديال العجينه كيفاش تقاد العجينه كيفاش تطبع العجينه وداكشي اللي غيكون في الستور ديالكم. فحتى في السلايد اللي غديرو في الستور لا في كلشي، يعني كلشي يكون عنده علاقه بداك النيش، يعني كتبانو او كتعطيو كتوحيو لهداك الكلاينت انه نتوما متخصصين في هاد النيش، انكم السورس، وهذا الشيء غيخليهم يشرو البروداكت عندكم وما يمشوش يقلبوا عليه مثلا في امازون، يعني كيحسوا بانكم نتوما متخصصين في هاد المجال. كل حاجه في المتجر ديالكم خاص سميه او لوغو يكون عنده علاقه بالنيش، يعني اختاروا شي سميه واللوغو ديالكم يكون في داك النيش كما قلت لكم باش تبانوا متخصصين في هذاك المجال وتشجعوا الكلاينت اكثر انه يشري من عندكم. وبالنسبه للتيم ماشي مشكل الا خدمتوا بالفري تيم، ولكن ضروري تكونوا كتعرفوا شويه في الديفلوبمنت، يعني تعرفوا كيفاش موديفي فلاش تي ام ال سي اس اس، كيفاش تقادوا لي زيماج، ما كيفاش تجيبوا حاجه في سطر واحد. سينو الا ما كنتوش كتعرفوا لهادشي فمن الافضل تاخذوا تيم واجد. ديسكريبشن لتحت غنخلي لكم افضل القوالب ديال شوبيفاي اللي تقدروا تخدموا بهم وكيكون الثمن ديالهم اقل من 40 دولار. وثالث حاجه راه واخا انت بان السطور ديالك على منتوج واحد، ولكن ما تنساوش تزيدوا بعض البروداكتس يعني السطور ديالكم في نفس النيش كما قلت لكم باش تبانوا انكم متخصصين في يعني في هذا النوع ديال البروداكتس، يعني ضروري تزيدوا بروداكتس اخرين ما ديروش عليهم مجهود بزاف، ولكن المهم اديروا مجهود كما قلت لكم على بروداكت واحد اللي هو اللي غتلقوا عليه لي زابس اكسيسوار، ولكن ضروري يبان السطور ديالكم منظم وفيه بروداكتس ومتخصص في حاجه واحده. واخر مرحله اللي هي فيسبوك اس، هنايا نبداو بالحاجه البديهيه هي اتقاد واحد لاباج، وديك لاباج تخليوها تبان اكتيف، يعني قبل ما تطلقوا لي زابس وقبل ما تبداو ضروري ديك لاباج تحركوها شويه بلي بوست يكونوا في نفس يعني في نفس النيش، تبان واحد الباج اكتيف خسروا عليها شويه باش تجمعوا يعني الانجيجمنت اكسيتورا. كتدخل في السوشيال بروف، يعني ضروري لاباج ديالكم تبان اكتيف والناس كومونتين لايك من هنا، يعني تكون واحد الباج اللي كتبان اكتيف، يعني باش يجي منين يجي هذاك الكلاينت ويبان ليه البروداكت ديالك غيضرب طليله على لاباج غتبان ليه اكتيف. وكما قلت لكم كلشي في نيش واحد داكشي منظم، هادشي كيشجع الكلاينت اكثر ويثيق فيك ويشري من عندك. ودابا نجيو كيفاش غادي تقاد الاس ديالك. في المرحله اللي كنتي كتقلب فيها على البروداكت ديالك اتكون جمعتي بزاف ديال الداتا، فيويات من لهنا، تصاور من لهنا، دي نوت من لهنا، جمعتي واحد الباكاج، جمعتي واحد الداتا، غتجي دابا باش تقاد الارت ديالك. الا كنتي غدير على شكل فيديو، وهاد الطريقه اللي كنشجع عليها بزاف واللي ولات اكثريه بزاف وكتشجع يعني كثير الانتباه ديال الكلاينت، خصوصا كما قلت لكم البروداكت اللي كان كيحل واحد المشكل. ففي الفيديو خصك من 3 سكندز الاولى 3 الثواني الاولى تبين لي المشكل باش يعني تثير الانتباه ديالو، حيت شوف انت ملي كطلع لك واحد الارت الا ما دوك 3 الثواني الاولى داز ماتر، يعني دوك 3 الثواني الاولى الا ما كانش الا ما ثار انتباه الفيديو ديالك كدير سكيب كطلع. دونك دو سيم ثينغ مش كون كتقاد. بالنسبه كيفاش تقادوا يعني كيفاش تقادوا هذاك الفيديو هذا، الا كنتي كتعرف المونتاج والفوتوشوب، يعني تقاد تصاور من هنا وتزيدهم في الفيديو وتقطع الفيديو من هنا وتزيد فيديو وتزيد فيه كتابات وتبدل الالوان وهذا، سينو غتستعمل فايفر غادي تشوف اللي قاد لك، كاين بزاف ديال الناس كيقادوا هذه الخدمات، غنخلي لكم بعض منهم في الديسكريبشن، يعني تشوف فايفر غادي اللي قاد لك هذه الخدمه غتهنى منها الصداع كامله، غيعطيك الخدمه ديالك واجده غتقول ليه الفكره ديالك شنو بغيتي اكسيتورا.
وغيعطيها لك واجده الا ما كانش عندك المعرفه الكافيه او لي تكنيك الكافيين باش انك تقادها، يعني باش تقاد هادشي راسك. قديتي الارس ديالك، هنا نجيو التارجيتين. التارجيتين خصو يكون بيزيد على الديسه اللي جمعتي، يعني دوك الابس، يعني داك سباي اللي درتي على الابس الاخرين ديال لي باج الاخرين، كتشوف كما قلت لكم شتو كيفاش الارس ديالهم خدمات، الحوايج اللي جابوا الانجيجمنت، الحوايج اللي لا اكسترا، الناس اللي مهتمه، الناس اللي نو، يعني كتقلب مزيان وكتسباي مزيان باش تجيب داك التارجيتين اللي غيكون ذا بيرفكت تارجيتين. وما كاينش شي بيرفكت تارجيتين، ضروري في الاول كتجرب بشي ربعه ديال التارجيتين عاد باش كتلقى داك البيرفكت تارجيتين اللي كتمشي عليه وكتديبليكي عليه الارس اكسترا. واحسن حاجه غنقولها لكم هي دابا مين غادي تبغوا ديروا الارس ديالكم، كما قلت لكم غتجربوا واحد اربعه ولا ثلاثه ديال، نقولوا غير ثلاثه ديال لي زارت ما كثرش عليكم، دونك واحد ثلاثه ديال لي زارت فيهم تارجيتين مختلف باش ضروري غتعرفوا شكون اللي غتجيب الكونفرجن اكثر. كما قلت لكم غتشوفوا شي ثلاثه ديال لي زارت بتارجيتين مختلف، ومن الاحسن هاد لي زارت يكونوا تبداوه ما بين 40 حتى 60 دولار، لان في فيسبوك صراحه داكشي ديال 6 دولار 10 دولار ما بقاش خدام، يعني ما بقاش كتجيب لك الكونفرجن مزيان الا كان البيجي صغير بزاف، يعني 40 60 ويلاه يلاه، يعني باش كتجيب لك واحد الكونفرجن، واحد الديتا اللي كتقدر تقراها باش تبني عليها واحد الارس اللي ناجح. كنظن الفكره كانت واضحه، يعني حاولت نبسط لكم ما امكن. كنتمنى لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم وفريمون استفدتوا منها وتصنتوا مزيان داكشي اللي قلت لكم. وهنايا لا فيديو ديالنا غتوصل للنهايه ديالها. كنتمنى لكم التوفيق جميعا، وكنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وموضوع جديد، وهو صلاه كيدير بلاصتو. السلام عليكم.